جوه اللوكيشن كده، ممكن مع ايه اغير اخد انجل مثلا كده، شايفين الانجل بتاعها باين هنا ازاي. تمام، ممكن تقرب الجروب دي شويه، نقفل على الجروب كلها. ممكن بس الحته دي تاني مع الجزء اللي هي اللي هي بتاعت تحريك الكاميرا جوه الجروب. طب ونسيت نعمله بس ده ديفولت بيجينا فين في النص عند الخط الاحمر والازرق لما بتراجع كده. تمام، بجيب هنا احرك بقى ايه بالروتيشن. روتيشن ايه؟ واي. حركه بالروتيشن واي. وانا عايز انت تعمل حركه تجيبها من هنا بره تطلع جوه السلم لما ايه؟ انت عامل كده وكده وكده الكاميرا هنا. هي دي الكاميرا تبقى كده تاخد الكيرف من بره. مش عايز ارفع مش عايز ايه؟ هاي انجل يعني؟ دي الكاميرا هنا صح؟ انا عايز اجيب تلف على كده يعني؟ ما تعديش السبب. طيب انا ما عدتهاش، انا كده مظبوطه انا تبدا تشتغل من هنا. لو الكلام انت عايزها كده تتحرك يعني من قصدك انيميشن. طيب هفتح ريكورد واتحرك بيها، ارجع كده اتحرك تاني يعني هنا. تمام، اخد كي فريم روتيشن عشان كده في اد كي فريم عشان ستارت كي فريم الاول في الايه في الروتيشن حسب البدايه بتاعتك. اتحرك تاني اتحرك روتيشن واي اهو ابتدي اخش. تمام، وفي نفس الوقت اتحرك اكس كده وروتيشن واي تاني. تمام، اما اجي بقى اشوفها في الاكتف كاميرا بيرجع اتحرك بيلف. تمام، ممكن الحركات دي كلها تبقى طبعا ايه سموثنج لما تدخل سلكت كاميرا و كيفريمنتور بالظبط وتدوس كمان دي ايه تحت رايت كليك بالذات تستخدم الكاميرا كونتينيوس كونتينيوس دي لازم الكاميرا كده ايه كونتينيوس. ممكن طبعا اسلكت كاميرا اسلكت كوماند ايه طبعا ترانسفورم ازود الكي فريمز كلها بطيئه. ده اول كده استخدام عملي ده كده خليها بطيئه مش كي فريم ده كله. تمام، اتحرك بالراحه خالص سموزنج جدا. تمام، كل شغل التمبليتس بقى بتاع كل في البداية تدخل في الكاميرا. تمام، عايز بقى ايه الويب سايت اللي هو موشن في اف اكس موشن في اف اكس مية في المية منه كاميرا كاميرا شغل كاميرا بالظبط. تعمل بروجكت تاخد موشن شايفين ده بالظبط ده كاميرا ده واخد المشهد في لبس فيلد ورا في لبس فيلد ورا كمان فلتر شايفين اللي ورا لايرز اللي ورا كاميرا حركة كاميرا كده روتيشن روتيشن تاني انجل تاني شايفين هو كده هنجيب كلهم ورا بعض بالشكل ده كذا بروجكت عندي كات في كاتات تروح عندي كات كده من اول ده بروجكت لا ده واحد ده واحد اثنين بابلز كل ده كل ده اثنين ثلاثة أربعة خمسة
كم دقيقة عملت كم بعدين ثانية عملت 9 بروجكت كل بروجكت فكرة ما عشان كده لازم ستوري بورد عشان تعرفين من بروجكت لبروجكت ازاي عايز اوريكوا حاجة انا عملتها ده انا عملت فيه اوريكوا الفايلات شايفين مثلا تبين الصوت اللي تقول ازاي واحد مشهد مكتوب حاطط فلترز على الصور واكس اكس بتكون لوحده كاميرا اكس بالظبط وقت الصور تاني بطريقه تانيه راح تروح المشهد تاني كل ده في باك جراوند تحت طبعا لسه هنتكلم فيه في البتاع الاصفر ده كذا كذا فين طبعا تمام طيب يجي بقى ايه في بقى لسه هنشوف بس حاجات ده حاجات تكست طبعا ده لسه اللي داخل فيها تكست كل ده تكست نشوف بقى الفاينل لحظة في هنا ده مثلا ده بروجكت احنا داخلين ازاي؟ هيفي ده تكست مثلا بويس كل دي داخلين بيهافير كبروجكت كل ده كل دي بروجكت لوحدها تمام بعد كده كلهم اكسبورت على واحد بس يبقى ماستر تمبلت بالفاينل كات في الاخر بقى خالص بالفاينل كات مثلا يعني حاجة بتاخد بروجكت كل بروجكت لوحده تبعتهم للفاينل كات وهعملهم اكسبورت واجمع بقى في الفاينل كات خدوا بالكم من البيت تقطيع مين خدت فكرة وعملتها مالك زيها زيها بالظبط يعني مش زيها يعني قريبة منها أني واحدة بقى؟ دي والله مش فاكر كان رقمه كام كنت كاتبه حاجة عايز رقمه؟ لا عشان أشوف تقريبا هو ده تقريبا اللي هو كان تقريبا هو ده تقريبا حاجة كده بالظبط أهو فعلا Thank you.
التمبلت ده كان المفروض حضرتك تشتري التمبلت ده، لكن حضرتك شفته فعملت زي عملتها زيها، بس ما قدرتش اعمل زيها بالظبط يعني. اه اطور شويه واحط باك جراوند تاني، ما قدرتش اعملها تبقى يعني عشان مش بقى يعني. بس شفت الفكره، كنت عايز اطلع فكره بسرعه وتعمل زيها تمام. ودي طريقه كويسه قوي انك انت تقدر، عشان تقدر ايه تطبق في البرنامج. شوف فكره اعمل زيها، والويب سايت ده على فكره انا عامل فيه يوزر، ممكن تصمم حاجات فيه وتبيعها. تعرض هم بياخدوها منك كدروب زون فاضي جراي، ويحط فيه الفيديو ويبعته بقى فلوس. بقى في بقى تعاملات على الويب سايت، في ويب سايت ثانيه يعني برضه الفيديو هاي، في كذا ويب سايت تعمل فيه يوزر وتبيع فيه. استعمل فيديو هايف ده من زمان، استعمل فيديو هايف ده من زمان. في ده ممكن تبيع فيه، انا لسه مش عامل يوزر في فيديو هايف، هستعمل يوزر هايف تقريبا، بس لسه ما حطيت اعمل ديزاين كده حاجات كده دلوقتي. ممكن يعني انا ممكن مكان الصور دي اشيلها واحط فيديوهات. هما بيشتروا التمبليت من هنا، بيشتروها ب $50 تمام، ويحط فيها الفيديوهات دي، هي بتجي لك فاضيه. انت بتحط فيها، انت بتشتريها بتجي لك فاضيه، انت تحط بقى الصور وهي في. لا انا ممكن اعمل الديزاين هنا بالصور عادي واحرك الكاميرا والكلام ده كله، وبعد كده احط ممكن نقرب الجروب دي شوية، نقفل على الجروب كلها. ممكن بس الحتة دي تاني مع الجزيرة اللي هي اللي هي بتاعت تحريك الكاميرا بالوري. اه هي بين الكاميرا تتأكد تاخد الكيرف من بره، مش عايز احط الصوت، مش عايز ايه هاي انجل يعني؟ دي الكاميرا هنا صح؟ اه انا عايز اجيب تلف على كيرف يعني؟ برضه خدت جوه اللوكيشن كده، ما ممكن مع ايه اغير اخد انجل مثلا كده، شايفين الانجل دي تحت باين هنا ازاي تمام.